المرة يلي بتنحط بهيك موقف إذا ما وقفت على إجريها وساعدتكن أنتو بتنهدوا. مرحبا جميعاً ونرحب بكم بالحلقة الرابعة من بو عالتابو. بتعرفوا كيف بيقولوا المرأة القوية يعني هي مثل الرجال، بس الرجال القوي واو it's exactly what every woman wants. اوكي يعني انا ما في يكون قوية وكمان مهضومة وفيمينين at the same time. ليه؟ بو عالتابو. نحن الرجال بس يحط his foot down ويعرف شو بده ويتصرف ويكون a man of his word حرفياً، نحن بنشوف حالنا فيه وبنعرف إنه بآخر النهار رح يجي لعنا على البيت ورح يرتخي وما رح يكون هالقد صلب وهالقد قوي معنا، وبنعرف إنه رح يهدي كرمالنا. ولكن الرجال ما عم يفهم إنه المرأة فيها تعمل نفس الشيء. أنا فيي يكون قوية بمجالي وفيي يكون قوية بشغلي وكمان فيي أرجع على البيت وكون حنونة بدي حدا يدلعني. buy me gifts, take me out, buy me flowers، منا مشكلة، بس I can be both feminine energy and masculine energy. فلأنه وصلنا لهيدا الموضوع بهيدي الحلقة خلينا شوي نفسر شو هن القصص يلي العالم توحي masculine energy وشو هن القصص يلي العالم توحي feminine energy. بيقولوا انه الشخص اللي بعبر عن نفسه كتير he's very or she's very feminine. I'm sure كلنا بنفهم ليه، لانه المرأة هي عادة بتعبر وبتبكي اذا عصبت، ولكن being emotional العالم ما عم بتفسرها صح. emotional هو اي شعور، الرجال ما بعصب، لانه اذا بتكون تفرقوا الايموشنز الرجال هو عادة يلي بعصب او يلي نحنا بنشوفه بعائلاتنا او بالفلومة عم بعصب، والمرأة هي يلي بتكون احن شوي، ولكن they're both مشاعر. فلي عم بتقولوا انه واحد من المشاعر يمكن ما فيه يكون جد بالشغل او ما فيه ياخد rational decisions بالشغل لانه she's emotional. طب الغضب كمان ما ممكن يأثر على the decision you take at work؟ اثنيناتهم emotion بس you're labeling one as weakness لانه it's حنية or crying or expression and you're labeling the other one as انه oh yeah this is a strength لانه هو صلب ولانه ما بيبكي ولانه ما بفرشي ولانه بضل معصب يعني هو اقوى. This is double standard and it makes no sense. يمكن ما كنتوا شايفينها من هالناحية بس here you go. Marinate. People title these two things as masculine energy. But when a woman has them, she's not normal. One, being solution oriented. إنه إلّي شغلة أنا بدي أعطيك solution دغري. ما تقولي بس قاعد أقول لك oh my god really. This is what they want us to say. ما بدي. I have a solution. I want to share it with you. It doesn't mean that I'm too masculine or I'm too angry. It just means that I'm a little bit more educated on the matter and I'm بدي خبرك عنه. Second, they say is masculine energy is بس تحكي عن شيء. يعني إذا أنت بدك تدافع عن رأيك أو ما بتسكتي إذا حدا بده يسكتك، يعني this is masculine energy. Oh my god, I can't tame her. هلا شو خاص taming؟ شو خاص power play؟ ما ضروري. هلا إذا حكينا شوي عن feminine energy، أنا بسألكم feminine ونعومة، what do you think of؟ You think أول شيء إنه nurturing، تهتم بالولاد، to be a caretaker، تهتم فيه، تطبخ له maybe بمجتمعنا وبك ثلاث أرباع المجتمعات. وتاني شيء submission، agreeableness. Yes، شو ما بدك بيصير. Yes، منا مشكلة. إذا أنا عندي رأي بدي أعطيه، يعني all of a sudden oh my god هيدي قوية I can't handle her. So هول ال differences in energies، بتعرفوا إنه we all have them all. I have some masculine and some feminine مثل ما انت او انت عندكم نفس الشيء. Some people يمكن الفيمينين انرجي تبعهم اقوى حتى الرجال، وsome people masculine energy تبعهم اقوى حتى النسوان. So لانه نحن خلطه cocktail of feminine and masculine energy، بدي افهمكم why this is beneficial. وهذا شيء بيعتبر super power لان انتم بصير عندكم القدره to activate one or the other. كتير حلو يكون عندكم اياهم اثنيناتهم، وكتير حلو تكونوا سيلف اوير وفهمانين معنات الانرجيز تو نو وين تو اكتيفيت ذم بالمواقف. في شيء اسمه دبل ايدج سول، يعني ممكن ياذي حدا ويمكن يفيد حدا لانه عم ياذي حدا تاني. سو ان ذات سنس ماسكولين انرجي اند فيمينين انرجي وانه عم نعطيهم لقب ممكن ياذينا. ليت مي تيل يو هاو. اذا انتم قلتوا انه بينج نيرتشرينج اند كيرينج از مور لايك ا وومن، automatically society بتاخد فكرة انه اوكي الرجال ما لازم يكون nurturing، ما لازم يساعد بالبيت او يهتم بالولاد او يساعد بالمطبخ، لانه society thinks انه feminine energy means these chores. وبنفس الوقت ممكن نأذي الرجل لانه we say انه rational و decision making وانه هو ياخد القرار النهائي في البيت وهو to be the provider بالبيت، كمان بيأذي الرجال لانه بحط عليه ضغط. So اذا بدكم example شخصي، أنا من عمر صغير نحط علي مسؤوليات كتيرة، فإيميديتلي I was fight or flight، يعني لازم لاقي حال ولازم اتصرف كل ما انحط بموقف. فبسبب هيدا الشيء كتير صار صعب علي to
surrender مثل ما بقوله وأعطي حدا هو يسوق السيارة أو هو يهتم بالموضوع. ولكن مع التوعية ومع الوقت صرت أقول إنه you know what Stephanie, فيك تحطي بارك على الفرام الإيد, move to the passenger seat and let someone handle it for once. و this is I think what we mean when we say switching your energies. نحن هون ما عم نجرب نملي صوت أو to assign something to someone at all. نحن هون بس جايين نفرجيكم إنه كل واحد عنده طاقة معينة و energies they match وبيخطوا بيعطوا من بعض. فبس تحسوا إنه في شخص عم بناسب your energy فوتوا فيها, dive right in. وإذا حسيتوا إنه في شخص they're draining your energy, protect it and stay away. So at the end of the day, it doesn't matter if you have more of something or less of something, or you're different from someone else. It does not make you less of a beautiful collection of everything. لأنه يلي بقول إنه البنت كتير masculine energy أو الشاب كتير feminine energy وهذا الشيء بيعملون wrong, بوع هالتابو. شو رأيكم انتو بالموضوع؟ بدي أعرف شو يعني feminine energy بالنسبة لكم؟ Should it even still be a title؟ تعرفوا حدا مثلا كتير من شيء وقال من شيء؟ Leave a comment and subscribe to catch the next episode.